شلتنا على طول لثانيه ماجد. ليه؟ انا اللي فضلت اشم لحد ما وقعت. على فكره بقى انا عمري ما شميت لحد ما وقعت. انت اللي غبي وجاهل مش عارف تفرق ما بين حد واصل لحاله كويسه وحد واغمى عليه. عملت لي شغل اصحابك، فرجتهم عليا. يا بنتي كنت خايف عليكي. يا ريتني كنت مت وخلصت. خلصت من ايه؟ انت بتدوري على اي سبب توري بيه الشم اللي بتشميه؟ انت السبب. باكي انت بتشمي من قبل ما اتجوزك. وكنت بطلت لحد ما اهملتني وما بقتش حاسه معاك بالامان. فهمتني ان انت بتحبني. حسيت ان انا هتجوز راجل. راجل هيحتويني واحس معاه بالامان. من يوم ما اتجوزنا انا اكتشفت المصيبه. مصيبه ايه؟ انت بتحب القمار، وعشان بتحب القمار عايز فلوس، عايز فلوس كتير قوي، بتحب الفلوس. لكن باكي مش اكتر من بنت شيك ومن عيله حلوه قوي ان هي تقف ورا البيت عشان تكمل شكله الجميل، عشان يطلع بيه جميل وشكله محظوظ. ما تزعلش قوي كده، احنا الاتنين زي بعض، ما نفرقش، ما نفرقش حاجه عن بعض. زفت. يا جمايل وعد للمايل. مدد يا طهرة مدد. ايه ده يا شيخ غزال؟ ايه ده الجمال؟ ربنا يشفيه. الشافي هو الله، العافي هو الله. ده انت في دنيا غير الدنيا، مش حاسس بحاجة. خلاص خلاص خلاص. ايه؟ رفع المرض وطهر الأبدان. حي. هاتها جمايل وعد للمايل. مدد مدد يا طهرة مدد. مدير اعمال الشيخ كلمني وقال ان هو جاي في الطريق. طب اول ما يجي ادخل لي على طول. تحت امر حضرتك. عارف ايه الشيخ ده؟ ايه ده الحل اللي هنقذ بيه شركتي من ايد الباشا الكبير اللي عاوز يشاركني. مش تفتكر انه اتحسن شويه؟ متفتكرش والله يا حاج. ربنا بقى يخيب الظنون ونعم بالله، لكن للاسف الحاله واضحه. ايش فيه يا رب؟ على فكره انا ما رضيتش ابلغ الحاج بحقيقه العيل عند جمال، عشان انا عارف ان مشاكله كتير اليومين دولت ومش معقوله نزودها عليه. وبعدين انت عارف هو صاحب واجب ومش هيسكت لو عرف انه عيان قوي بالشكل ده. هو طول عمره صاحب واجب وبيحب الكل. على فكره هو كل شويه يسالني على حكايه جوازك ديت وامتى هيحصل، وشايفه المره الاخرانيه بيسال بتدقيق. طب وده معناه ايه يا حاج؟ والله انا مش هخمن، لكن لو كنت ناوي تخطب بنته مديحه يبقى هو ده الوقت المناسب. انت عارف طبعا يا شيخ سالم ان السوق المصري ده سوق كبير ومفتوح. في الوقت الحالي في شركات كتير بتتكون عشان تنتج نفس المنتجات بتاعتنا دي. وانت عارف طبعا الجديد دايما بيقش، يعني الاعلانات تعليب وتغليف جديد، حاجه بتلمع في عين الزبون كده. وانا ما اقدرش اكون بره السوق ده، فقلت اطور المنتج بتاعي. لقيتني لما هطور الزبون بتاعي السعر هيزيد عليه. ايه والله صحيح يا ابو ثابت. فانا شفت حلا للموضوع ده، ان اسيب المصانع بتاعتي شغاله زي ما هي بالظبط عشان الزبون بتاعي يلاقي بضاعته بنفس السعر ونفس الجوده. ايه مفهوم مفهوم. وتعمل مصانع جديده وفقا للاليات الجديده. الله ينور عليك يا شيخ سالم. ابو ثابت انا معك بدون حد اقصى، انت ريال خير وصلاح، وكل خطواتك نجاح وفلاح،
والشرف لي. والله وانا مش هلاقي شريك احسن منك ابدا. راح 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 ما كمال ايه هعمل ايه دلوقتي؟ طمني عليك. الحمد لله انا بقيت كويس احسن كتير. بجد يا كمال؟ يعني حاسس انك اتحسنت؟ بقيت احسن من الاول؟ احنا كنا فين وبقينا فين يا رحمة؟ يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله يا حبيبي الحمد لله. حاسس اني بقيت كويس ونفسي انزل من السرير. بلاش يا حبيبي تستعجل، خليك مستريح لغايه ما الدكتور يقول لك قوم. استعجل ليه؟ انا نفسي اقعد. طيب يا حبيبي على مهلك على مهلك. مش قادر. طب خلاص استريح استريح، بلاش تستعجل، ان شاء الله هتقوم وهتبقى زي الفل وهنتمشى سوا وترجع نخرج زي زمان. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ لا تجيني فين، انا ماشي من الشركة. لا انا هجيلك ما تتعبش روحك، انا عايز اروح السيده. يلا سلام. اطلع السيده. صدقني بابا جمال بقى كويس، انا حاسه انه اتحسن، يعني بدا يتحرك ويقوم ويتكلم معايا. هو صحيح مش بياكل بس صدقني يا رأفت انا حاسه انه اتحسن نسبيا. اكيد اكيد طبعا يا رحمة. طب قول لي هو ليه ما عندوش شهية؟ معلش جربي معاه كده اي شوربه خفيفه ما يكونش فيها دهون، شوربه خضار مثلا. ربنا يسهله يبقى لحقنا جاب نتيجه سريعه معاه. امين يا رب. سامحني يا اخويا انا تعبك معايا قوي ومعطلك عن شغلك. ايه اللي بتقوليه ده يا رحمه؟ انا بعتبر جمال اخويا قبل ما يبقى جوزك. ربنا يخليك. طب انا هقوم امر على المستشفى وارجع لكم تاني. تشرب قهوه يا بابا. ساده يا رحمه. حاضر. على فكرة أنا كلمت الحاج إبراهيم زي ما اتفقنا وهو جاي لنا في الطريق. وده وقته برضه يا بابا؟ أيوة وقته يا بابا. يعني جمال عيان ورحمة ممكن تزعل. جمال بقى زي الفل وصحته تمام التمام وقام كأن ما عندوش أي حاجة، وبعدين الشفاء والمرض ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين مالكش دعوة بأختك، هي مبسوطة كده. طيب أنا موجود هنا وقت ما يجي، تعالى حتى نقعد عندي في العيادة. ماشي. الو انا علي يا ثابت، انا كلمتك 3-4 مرات وكل مره تقولي هكلمك وما بتكلمنيش. هو انا ضايقتك في حاجه؟ عملت حاجه زعلتك؟ شوفي بقى احنا ما ينفعش نكمل مع بعض، اصلك ما بتثقيش فيا. يبقى حب ايه بقى؟ طب تفسري بايه لما جيتي معايا المعرض قلت لك اطلعي معايا المكتب قلت لي لا؟ مش ده برضو عدم ثقه؟ بص يا بنت الحلال، انا راجل متجوز وعندي ولاد، عايزه تلعبي بقى شوفي لك عيل صغير العبي معاه، لكن انا لا. بحبك يا ثابت، بحبك وهموت روحي لو سبتني. ايه ده ايه ده؟ ناس فاضيه ما وراهاش غير المعاكسات. يا ساتر مش قادرة أصدق إنك بريء. ما تصدقيش ليه بس يا سلوى؟ هو مفيش حد بيتوب؟ يعني أنت عايز تقولي إن مفيش في حياتك ستات تانيين؟ لا تانيين ولا تلتين، وديك سمعتي بودنك أهو. يا سلام، جايز تكون دي بس ست مش عاجباك يعني. دي قمر، ودي دي ما كملتش 20 سنة يا سلوى يعني. وبعدين أنا ما بقتش زي الأول،
عايزك تصدقيني بقى وتحسي بيا. طب والله يا ثابت انا بحس بيك وبصدقك على طول، بس يعني نفسي انت تحسسني كده ان انا مراتك حبيبتك، وشوف انا هعمل ايه، وان ما يكونش في حياتك واحده تانية غيري. لا لا لا، ما عادش كلام من ده خالص. نفسي اصدقك. تحب احلفلك بيه؟ وايه اللي هداك كده مره واحده يعني؟ ربنا يهدي من يشاء. شفت انت بتتريق ازاي اهو؟ انت لسه مش مصدقاني؟ انا بحبك، بحبك يا بنت المجنونه. طب عشان خاطر يا ثابت والنبي قولها تاني. يا بنت المجنونه. لا بس سيبك انت، تعالي معايا.